جزاكم الله خيرا. مستمع سوداني يقول: أخوكم في الله قمر صالح عبد الله يقول: أنا إنسان محافظ على الصلوات ولله الحمد، ولكني أحيانا أغني في البرية وأستمع الغناء، فبماذا توجهونني أثابكم الله؟ نوجهك بأن تشتغل بذكر الله عز وجل، وأن تستمع إلى القرآن الكريم، تقرأ القرآن إذا كنت تحسن القراءة، أو تستمع للقرآن، واليوم ولله الحمد تيسر استماع القرآن بواسطة الأشرطة المسجلة للقراء، وبواسطة وجود أجهزة التسجيل في السيارات في غيرها. فنوصيك بالاستماع للقرآن بدلا من استماع الغناء، أو بدلا من الغناء، لأنه لهو ويأخذ عليك الوقت بدون فائدة أو بإثم، لأن استماع الغناء محرم، خصوصا الأغاني التي للمطربين والتي يصحبها آلات له موسيقى، هذه محرمة واستماعها حرام. نعم.